بل بالعكس هي فرصة، أنا ما أعرفش أنت توافقني ولا لأ، إنها لعيبة تانية تكون موجودة، يعني نجرب مرموش في الناحية اليمين دي مع مصطفى محمد وتريزيجيه، ما أعرفش برضه توافقني ولا لأ، يعني بنبني منطقة جديدة. بنشوف مروان عطية وزيزو وكان خاف. هل تقصد ان زي ما حصل في كرة افريقيا اللي فاتت وحصل اصابة يعني صلاح وبقى في خضة مين هيكون مكان صلاح؟ طب ايه المشكلة يعني ما يكون في اللقاءات والدقيقة ده موجود؟ جداً انت عندك لعيبة كتيرة جدا تقدر تكون موجودة، يعني لا بيلعب في المكان ده في مصطفى فتحي وفي زيزو، بس زيزو عنده اصابة في مرموش في كتير، في لعيبة ولعيبة كبيرة الحقيقة وبتاخد العين وبتأدي، انت اديك يعني طرحت عليا مصطفى فتحي كمان يعني. ف بالنسبة لنيوزيلندا او كرواتيا او تونس اعتقد ان احنا هنبقى لينا وجود، وخاصة على ارضنا وسط جماهيرنا يعني اللي احنا بنتمنى نكون موجودة يعني. طب اسالك على حاجة يا كابتن كده، شايف الجهاز الفني ممكن يستدعى مين، يتم استدعاء مين من الاندية المصرية بعد اصابة حسين الشحات؟ هو كابتن خلاص القرار طلع، احنا عرفنا مين اللي تم استدعائه، بس قلت اسالك الاول كده قبل ما اقول مين. لا انا عايز اقول لك على حاجه، حسين الشحات ما هو في اثنين ثلاثه حسين الشحات جوه، انت فهمت انا قصدي ايه؟ انا فاهم قصد حضرتك، بس حسين تم استبعاده يعني، فهم عايزين يشوفوا حد يعني يشوفوا حد كمان يدوا له فرصه مع منتخب. تم استدعاء مصطفى شلبي لمنتخب مصر دلوقتي واحنا مع بعض على الهواء يا كابتن، يكون موجود مع منتخب خلال المعسكر الحالي، شايف هيكون اضافه وفي مكان كويس. مصطفى فايق الفتره اللي فاتت مع الزمالك، هو انا اتفرجت عليه في ماتش الزمالك اللي فات. سالت هو الراجل ده ممكن، الراجل ده ممكن يبقى موجود في المنتخب يعني في المنطقه دي، ولكن المنطقه دي تريزيجيه مسيطر هو ومرموش فيها يعني، فاحنا بنبقى برضه بنظلم اي لاعب بيجي في المنطقه دي يعني. هنشوف يا كابتن ممكن التوظيف مع كابتن حسام يكون مختلف، ممكن طريقه اللعب تكون مختلفه. حسام جريء جدا، وحسام عنده لغه العطاء يعني، اللي بيديله او اللاعب اللي بيدي في الملعب بيبقى كلنا قاعدين يعني بنتفرج عليه وما نقدرش نتكلم عنه اي كلمه. كل احنا نتمنى التوفيق لمنتخب مصر تحت قياده العميد كابتن